في محاضرة النهاردة هنتكلم على اتفاق بازل، وإيه الفرق ما بين اتفاق بازل 1 واتفاق بازل 2. قبل ما نتكلم على اتفاق بازل لازم نعرف الأول إيه هي أنواع المخاطر. أول حاجة في المخاطر هي مخاطر الائتمان أو خسائر تعثر العميل وتوقفه عن السداد. تاني نوع من المخاطر هي مخاطر السوق، وبتحدث بفعل تغيرات أسعار الصرف أو الفايدة أو الأوراق المالية أو السلع. ثالث نوع مخاطر التشغيل، ودايما نقول ان الاسباب الصغيرة دائما لها نتائج كبيرة، لذا علينا مراعاة المشكلات الصغيرة. مخاطر التشغيل تعني كل ما هو علاقة بعمليات البنك، كلما زادت كلما زادت التكاليف وكلما قل العائد. تتضمن مخاطر التشغيل كافة المخاطر الناجمة عن إخفاق أو عدم كفاءة العمليات الداخلية، العاملين، أنظمة البنك، الأحداث الخارجية، هي عمليات نتيجة الرشوة، الإحتيال الداخلي، فشل في أنظمة المعلومات، فقدان الثقة، إهمال الموظفين وغيرها. مخاطر السيولة، وهي تعني عدم قدرة المنشأة على الوفاء بالتزاماتها. بالإضافة إلى مخاطر أخرى مثل المخاطر الاستراتيجية أو القانونية أو مخاطر الالتزام أو المخاطر السياسية. تعالوا نتكلم بقى عن لجنة بازل اللي أنشئت من قبل محافظي البنوك المركزية لمجموعة الدول العشرة عام 1974، وبتجتمع دوريا 4 مرات في السنة، ويوجد لديها أكثر من حوالي 30 مجموعة عمل فنية. بتقوم بإعداد معايير رقابية وإرشادات عامة، تقوم بإعداد توصيات عن الممارسات الرقابية، لا يوجد لها قوة قانونية إلا أن معاييرها مقبولة دوليا. تتكون اللجنة من 13 عضو كما هو موضح أدنى، وعايزين نشوف إيه الفرق ما بين لجنة بازل وبنك التسويات الدولي. بنك التسويات الدولية هو منظمة دولية تنظم وترعى التعاون النقدي والمالي وتقدم خدماتها للبنوك المركزية، ويقوم كبنك مركزي للبنوك المركزية في العالم، يقيم ندوات، بيقدم استشارات، بحوث، وكيف العمليات المالية الدولية لتسهيل مختلف العمليات المالية الدولية.
أما لجنة بازل فتأسست في عام 1974 من مجموعة الدول الصناعية العشر تحت إشراف بنك التسويات الدولي. تعالوا نشوف بقى مكونات رأس المال عشان نشوف يعني إيه كفاية رأس المال. عايزين نفهم يعني إيه رأس المال في البنوك ومكوناته، يعني إيه كفاية رأس المال وفق المعايير التقليدية، يعني إيه معدل كفاية رأس المال وفقا لقرارات لجنة بازل. مفهوم رأس المال، رأس المال في أي شركة هو الوسيلة اللي بتشتري بيها أي سلع محتاجاها، أي مستلزمات لازمة لأداء أعمالها. أما في البنك فهو رأس المال بيمثل خط الدفاع الأول عن أموال المودعين لمقابلة مخاطر الائتمان وتقلبات سعر الصرف، ولذلك يعطي الثقة للمتعاملين مع البنوك. زي ما قلنا دور رأس المال في المنشآت غير المصرفية تمويل وشراء مباني آلات معدات مستلزمات. أما في البنوك فمهمته الرئيسية حماية وتأمين أموال المودعين. بالنسبة لمعدل كفاية رأس المال، قديما كان نسبة حقوق المساهمين إلى الودائع أولى المعايير، وكانت النسبة حوالي 10% دون النظر إلى اختلاف المخاطر اللي بتتعرض لها البنوك. بالنسبة لمعدل كفاية رأس المال وفقا لمقررات لجنة بازل، ابتدت تضع معدل موحد لكفاية رأس المال وحد أدنى للعلاقة بين رأس المال بمفهوم أكثر شمول وبين الأصول والالتزامات العرضية الخطرة مرجحة بأوزان من ناحية أخرى قدرها 8%، ولكن ركزت على المخاطر الائتمانية. مكونات رأس المال وفقا لمقررات لجنة بازل بيتكون من شريحتين، الشريحة الأولى بتمثل رأس المال الأساسي، الشريحة الثانية بتمثل رأس المساند أو التكميلي، والمفروض ما يزيدش عن 100% من رأس المال الأساسي. رأس المال الأساسي بيتكون من حقوق المساهمين، الاحتياطيات، الأرباح غير الموزعة أو المحتجزة. رأس المال التكميلي بيشمل الاحتياطيات غير المعلنة، مخصصات إعادة تقييم الأصول، مخصصات مواجهة الديون المتعثرة، الإقراض متوسط وطويل الأجل والأوراق المالية.
اتفاقية بازل 1 نقدر نحسب معدل كفاية رأس المال إن إحنا نحسب رأس المال الشريحة الأولى زائد الشريحة الثانية على مجموع التعهدات والالتزامات بطريقة مرجحة الخطر، لازم تكون النسبة أكبر من أو بتساوي 8%. طبعا زي ما قلنا النسبة دي مش ملزمة للبنوك، مش شرط إنها تلتزم بهذه النسبة، قواعده أو قواعد لجنة بازل مش ملزمة للبنوك، ولكن البنوك بتلتزم فعلا بهذه النسبة أو بأكتر منها علشان تقول إنها موافقة وفقا للمعايير الدولية أو بتسير وفقا للمعايير الدولية. مطلوب منك الآتي، أنا اديتك بازل 1، ادرس لي بازل 2، إيه الفرق ما بين المخاطر اللي بتغطيها بازل 2 وبازل 1؟ إيه أوجه الشبه؟ إيه أوجه الاختلاف؟ تأثير بازل 2 على النظام المصرفي إيه؟ ده اللي مطلوب منك إن أنت تعمل ورقة بحثية في بازل